مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وكالعادة دايما بنبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. خلال اللقاء تم استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق. كمان امبارح يا جمانة على صعيد بقى الأخبار التي تحدث في مجلس الوزراء، امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع عدد من ملفات قطاع الأعمال العام ومراجعة الموقف الخاص بطرح حصص لبعض الشركات ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة. كمان تفقد رئيس الوزراء عدد من مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وسلم الفريق أول توت جلواك رسالة للرئيس السيسي من الرئيس سالفا كير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة لاستعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق. امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وثمن رئيس الوزراء النتائج الإيجابية اللي وصل ليها الجهاز، وأكد على الدور المهم اللي بيقوم بيه الجهاز في دعم سياسات المنافسة في السوق المصرية بما يخدم الاقتصاد الوطني. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 حتى 2027. ينظم هذا الإطار المشروعات التنموية اللي بتسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقاً لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030 اللي بتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع ملفات قطاع الأعمال العام وتطرق الاجتماع لمراجعة الموقف التفصيلي لطرح حصص بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، ووجه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بهذه الشركات بما يسهم في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة ومواصلة سعي الدولة بخطوات جادة من أجل تمكين القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تفقد عدد من مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة، وده في إطار الاستعداد لتسليم المبنى بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة. كمان تفقد مقر وزارتي الإسكان والنقل واطمأن على وسائل انتقال الموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لنقص السلع الأساسية في الأسواق أو المنافذ التموينية، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي. كمان أكد توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى ثابت محمد سعيد العباسي وزير الدفاع العراقي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل الظروف والتحديات الراهنة، وكذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.